بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعين الكرام، أجدد معكم هذه التحية في هذا المساء الجميل والأجمل من ذلك ظهور هذه الشعارات التي اعتادت على المشاركة، التي دائما ما تضربنا ما تمتعنا ما نستمتع إلا بشوفتهن. ها هي الشعارات التي تظهر في هذا المساء الجميل والمشاركة في سن الإذاعة. 6 كيلومترات هي المسافة التي تحتضن لهذه الأسماء المشاركة من الهجن الأصايل في شوط البكار المهجنات. بداية مع مقدمة الشوط، المعركة شابة منذ البداية، شبابة من تحتل المركز الأول في هذه اللحظات، تتقدم في هذه اللحظات تنطلق في هذا الانطلاق الجميل الخاص لهجن الرياسة. راشد بن محمد بالسم المنصوري من يسيطر في عملية التضمير. المركز الثاني في هذه اللحظات القادمة مشهورة بشعار هجن الرياسة، مبارك بن احمد بن مايد الخيلي من يقدم لنا مشهورة، لكن في هذا الشوط اسم شهير ولشهر من اسم الهجن الا اسم ملاكها يشارك في هذا الشوط. ايضا المركز الثالث من يتابع مشابة مع المركز الاول ما زالت مسيطرة، شبابة وتتقدم بشعار هجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري المستحيل بوذياب ايضا الذي يقدم هذا الموسم موسم مغاير، اتمنى لك التوفيق. المركز الثاني مشهورة مع المركز الثاني، ولكن وصلت والله والله وصلت اللي تعرف الشهرة اللي تعرف الانتصارات، اكسيورة اكسيورة يكسيورة هي مع المركز الثالث، غيرت الى المركز الثاني. اليوم ما بي منك اي شيء يكسيورة، ما بي الا اشوفك ما بي الا اشوفك، وانت المميز مميز ووقت التميز باذن الله تعالى في الختاميات. مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. المركز الرابع القادمة نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مطر باللاحق الهاجري هملولة قادمة مع الرئاسة، علي بن جميل في التضمير. انتقلت الى المركز الاول، ذهبت الى مقدمة الشوط. اكسيورة الانجازات، اكسيورة البطولات، اكسيورة التاريخ، انها مع المركز الاول ترقص طرب ترقص طرب. سارت وعين الله ترعاها، سارت وعين الله ترعاها، راحت راحت ما شاء الله ما شاء الله. اكسيورة اكسيورة اكسيورة، انت المميز وانت الخطير ايها المميز. يمبارك يمبارك يمبارك، والله اهني هذا الراكب الالي، اهني هذا الراكب الالي، هنيالك هنيالك، انت مع اكسيورة، انت برفقة اكسيورة، التاريخ يبتسم التاريخ يبتسم. حيوها يا اخوان حيوها يا اخوان، والله لحييك لحييك للموسم الى نهايته الى نهايته والى الكاس باذن الله تعالى. تهانينا لهجن الرياسة، وتهانينا لمبارك بن احمد بن مايد الخيري على فوز اكسيورة في المركز الاول. المركز الثاني اللي وصلت مع المركز الثاني ايضا لهجن الرياسة، وثالث لهجن الرياسة، والرابع والخامس الذي اقدم لهم العذر الشديد. اكسيورة سرقت العيون وخاطفة للقلوب، فهي تتواجد بالقلب برفقة زاخر. تهانينا لهجن الرياسة على هذا الفوز الجميل، تهانينا للمميز مبارك بن احمد
بن مايد الخيلي الذي قدم لنا كسيرة. بالفعل هذا المميز، وإلا فلا. 9:35:07 التوقيت الزمني، لا يهمني التوقيت في هذا اليوم، الأهم هو ظهورك يا كسيرة وتواجدك في هذا المساء. متعت العين بالنظر إليك. المركز الثاني 9:37:07 تهانينا لهجن الرياسة وللمضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري على فوز شبابة في المركز الثاني. وثالثا 9:37:08 تهانينا أيضا لهجن الرياسة، وتهانينا